السلام عليكم. شوفوا انا وجهي مولي مولي لكم ماشي مشكل. شوفوا وجهي راه درا الدواء درتو لداك الجرح اللي تجرح لي في وجهي. اختي عينو ضرباتني ماشي مشكل. بغيت انا ما لقيتش السلو كيتباع عندهم هنايا، هما الناس ديال صفرو كاملين تيصايبوه بيديهم، ماشي بحال فاس والمناطق الاخرين كيتباع السلو في المحلات بحالو بحال الشباكيه. في صفرو ما كيتباعش السلو، تيقولوا ليه الزميطه كيقولوا عليه في صفرو، ما كيتباعش عندهم. ما شريتوش ماشي مشكل، هو انا تنحمق عليه ولكن ما شريتوش ماشي مشكل. دابا نشوف كيفاش يصيفطوا لي شي واحد من شي بلاصه. شريت شباكيه انا نوريها لكم، وشريت التمر وشريت الحمص، بقات لي غير حك ديال المطيشه والكرافس. الكرافس ما بغيتش نشريه اليوم، الكرافس غنشريه غدا باش نصايبو جديد، حيت الا شريتو اليوم غادي يقدام، بغيت نشريه جديد باش نصايبو غدا. اهم حاجه انني شريت داكشي اللي مهم. شريت الحمص غنفزكو دابا قدامكم باش 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 يتسلق لي غدا باش نفركو يكون سهل ونقدر نفركوش على حسب. هانتوما خوتي، انا شريت سطل ديال الشباكيه، ها هو انا شريت سطل ديال الشباكيه. هادشي هايا هايا تبان لكم، هايا كتبان لكم، هايا شريت سطل باش يقدني يدوز ليا شهر، واش هاد السطل يدوز ليا شهر ويفوتو. علاش؟ لان اصلا انا ما عنديش مع الحلاوه، الا كليت كناكلها وحده، ولادي كذلك. ها هما هاي الشباكيه خوتي المغاربه، ها هي هاي الشباكيه. انا شريت سطل كبير شويه، يقدر يبان لكم صغير ولكن هو كبير شويه، يعني الميين ديال السطل الكبير. ها هو ها هو شريت الشباكيه. شريت واحد التمر، هذا التمر ديال الجزائر ماشي ديال المغرب، شريته. انا كنعجبني التمر ديال المغرب وحتى ديال الجزائر، ولكن هادشي اللي هاد المره نجرب ديال الجزائر. شريت التمر، ها هما يعني كاين انا وولادي راه يقدني هادشي. شريت التمر، ها هو خبيته هو باش غدا الفطور نديرو. الله اكبر. شريت الحمص، ها هو غادي نفزكو، غنفزكا شويه حيت هو فاش كيفزك تيعطي. شريت الحمص غادي نفزكو، ولا نقدر نفزكو بالليل ماشي دابا باش يصبح ليا مزيان. ها هو الحمص غنفزكو بالليل، كتفزكيه بالليل باش كيصبح داير، ولا نفزكو دابا انايا باش يصبح باش يطيب ليا دغيا، باش غدا يطيب ليا دغيا. غنفزكو نفزك اختي الحمص. كما كتشوفوا حنا ما صايمينش اليوم، اوروبا هي اللي صايمه اليوم، حنا حتى الغدا عاد نصومو. انا دابا كنوجد الغدا، بقاو معايا كنصايب الغدا وكنوريكم هادشي. بغيت نصايب الغدا يا اختي هو الاول. انا عندي واحد الحوت، ها عندي الحوت صايبته البارحه نتغدى به، باغا نقليها شويه الدنجال دابا، شريته جديد. عندي الخضره جديده هنا، عندي الخضره جديده مزيانه اختي، ما نبقاش نقابل ساعة نمشي نشري شهر زهري ودانها كيما كتشوفو. الدنجال هاهو كنصايب الغدا وتنهضر معاكم في نفس الوقت. اليوم غنمشي نجمع الصالون حيت بدات الأولية، نجمع الصالون باش غدا ختي نصبح ناعسة نفيق في العشية نمشي للسوق نشري الكرافس. القصبة أنا عندي خاصني غير الكرافس، هاهو شريتو البارح وباقي جديد، ولكن غدا غنمشي نزيد الكرافس وداكشي. كرافس غنصايب قدامكم الحريره، ولكن الحريره اللي غنصايب في الدار ما توصلكم حتى بعد غدا، حيت اختي الريزو ما كاينش في الدار وتنتقاتل مع الريزو. دابا انا ملي كنبغي نلوح لكم شي فيديو تنخرج برا كنلوحو لكم، ما يمكنش نلوحو في الدار
والحمد لله. اهم حاجه هي انني مرتاحه في هذا الدار، يعني ما كاينش اللي صدعني، ما كاينش اللي كيديرونجيني، وهذا اهم حاجه. اهم حاجه في الحياه هي انك فهمتي مرتاحه، ما كاينش الجيران اللي غيديرونجيوك، ما كاينش صافي بخير. اما الخدمه تلقاو لها حل. ثلاجة، شوفو فين كندير الخضرة. هاد البنجال حاطاه هنايا، شوفي شنو دايرة. ناري عتقوني 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 عتقوني. أنا شريت لكم الببوش، ها هو شوفو، شريت لكم الببوش ها هو يا ختي، ولكن باغي يخرج. سيري ها باغي يخرج. تخاف منه انا. ها هو شريت لكم الببوش، ها هو شوف كتشوفوه، شريت لكم الببوش ها هو. دغيا تيخشي راسو يا اختي، بغيت نوريكم راسو. ها هو الببوش شريته، ها هو. مزيان ها هو الببوش، شتو شريته تبقى يخرج. شريته تنصايب لكم، هذا الفلوق ديال الببوش كنديروه في وجهنا باش كيجبد لنا الناس ما داكش. ها صافي اختي، دابا غنفزق الحمص اللي شريت، غنفزقو فشي طاسة وشي بلاصة كيما كتشوفو. نفزقو غير هنايا، نحطو في الكيسان هنا. صافي هو الحمص نفزقوه باش غدا نستعملو في الحريره. صافي انا درت ليه الماء، نخليه باش يطلق. ها هو نحطو على الجنب. اوكي اويا باي، شنو خصنا ندير دابا؟ عندو الحامض زوين، عطي واحد المذاق ديال الحامض. ما نقولش بحال يا اختي، عمري ما ذقت الحامض. عندو واحد الحامض زوين بزاف، ولادي كلاوه بحال هكا، هو حامض وكلاوه. درتو لي من البارح مع الحوت، وي اجي تشوفي هذا دي، هذا باين بلدي. هانتوما شوفي الحامض قداش، وفي واحد الريحه واعره. الله زوين. غنغسلو وغادي نخبعو، الحامض عندهم كبير وزوين، غادي نخبعو. كنحتاجو للحوت، كنحتاجو بزاف د الحوايج. انا
صحيح. دابا اختي غادي نقلبو سميتو الباذنجان. راني بحال شرب الزيت متفاهموش انا وياك على الزيت. اختي غادي الزيت شرب الباذنجان كيشرب الزيت ومن عديت مع الزيت. ونمشي ل شو سميتو نغدي ولادي ونمشي ل نغدي ولادي ونمشي ل يا ويلي دخت نغدي ولادي ونمشي اختي نجمع داك الصالون ونخرج ونخرج للجردة باش ناخذ الريزو باش نصيفط لكم هذا الفيديو. دابا انا جبت مونادا طيبت الدنجال الحوت ديجا قليتو غنحط الغدا ونتغدى انا ووليداتي غنمشي نجمع داك الصالون باش غدا نصبح اختي ناعسه باش في العشي. اصلا غدا بعدا خصني نعيط للمدير ديال المدرسه نهضر معاه نقول ليه شنو درتي دابا واش هضر معاك المدير باش نجيب لك ولدي صافي وغنمشي نخلصو وكلشي غنعطيه واقيلا شي 1000 درهم وشي حاجه ما بين ترونسبور والمدرسه وعاد الكتوبه اللي غنشري. المهم راه 1000 درهم وكثر مازال غنشري ليه الكتوبه وغنشري ليه شحال من حاجه. هو غيقرا غير شهر ولا شهرين وغادي وغيشدو العطله ماشي مشكل بعدا ما يضيعش ليه العام. هادشي اللي غندير انا في ملي غنسالي نعيط للمدير. انا تنسير بغيت ندير اختي عندي هنا واحد الفلفلة حارة شريتها حتى هي شريت فلفلة حارة نغسلها حتى هي غنقلي واحد ثلاثة. دابا ملي كنقلي الدنجال غنحيد الدنجال ونقلي ثلاثة د الفلفلات حارين. مرة تعجبني ناكل الحار ماشي ديما مرة كدير السيليكون باش نبقى ندير فيها هذا. ترجع اويلي اويلي اختي بغي نخرج. صافي دابا ندير واحد الطبيسين ندير اختي واحد الطبسين بحال هكا الطبسين اجي وحدايا شوفو لي شكون داير. ندير واحد الطبسين بحال هكا وبدا نهز اختي في الباذنجان بدا نهز بحال هكا سقطة الباذنجان ونديرو في هاد الشبكة هادي. صافي نخلي الباذنجان يتقلى اختي ها هو نبدا نقلي الباذنجان. صافي الباذنجان يتقلى انا داير الدواء هنا انا ما غنجمعش الدار حتى نغدي ولادي ونوكلهم عاد نجمع الدار اختي خاص عاد باش نخرج نلوح لكم هذا الفيديو باش نلقى لكم اليوم باش الدار اجي تشوفوا اختي. صافي انا غادي نقطع الفيديو دابا باش يوصلكم. اجي خرجوا سيروا سيروا البيت شوفوا الصالون مقلوب خصني نجي خصني نجمع الصالون. انا خرجت نشوف الحوايج صافي الحوايج في البالكون كلشي صبرت اليوم كلشي
هادي هانتوما ها هو الحلزون. شوفوا كتشوفوا ها هو الحلزون واش كيبان لكم؟ غنديرو في وجهي شوشو شو هاد راه ثلاثة شي طالع في شي واحد طالع في واحد شوف شو الحلزون غنديرو لكم في وجهي تنسالو نديرو لكم في وجهي هاديك المادة اللي تيطلق مزيانة للوجه هاديك المادة اللي تيطلق راه مزيانة للوجه فهمتوني هذيك الماده اللي تيطلق ها نتوما شوف كيبان لكم هذيك الماده اللي تيطلق مزيانه للوجه غادي نمسح وجهي مزيان انا وعاد نحطه في وجهي باش اختي يقاد ليا وجهي شوفوا انا ديجا تجرحت هنا ودرت الدواء ودرت هذا المهم انا شريت حيدو صافي شكرا خوتي ديروا لايك حيدو خرج خوتي ديروا لايك ديروا ابوني سيلفو بلي عافاكم ديروا لايك خرجي من الصالون جمعوا ديروا عافاكم ديروا لي لايك ديروا لي ابوني ديروا لي جيم وشكرا لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن عافاكم ديروا لي لايك ديروا لي جيم وراي قلوبه راي ندير لكم قلوبه ولايك صافي سير عرفتي اش تيديرو تبقاي تضرب ليا هو وياها ضربتو العين البارح المهم شكرا وبونوي هو هي اللي قلت لهم بونوي هانتوما شوفو شوفو الحلزون هانتوما شوفو انا شريت الحلزون باش نديرو في وجهي ماشي حلزون هو الببوش الحلزون باللغه العربيه شكرا باي باي